هني قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وجميع السكان شعب الإمارات. طبعاً إحنا قبيلة الأحباب اليوم جاي نشارك في هذا الاحتفال الثاني ديسمبر عيد الاتحاد الوطني 52 المجيد، وهذا نقدم الوفاء لقيادتنا الرشيدة والمعطاءة، ونتمنى إن شاء الله لقيادتنا الرشيدة التوفيق في مسعاها، ونتمنى لدولة الإمارات الأمن والأمان قيادتنا الرشيدة. يا دار عيدك غير عن كل الأعياد، عيد التلاحم والفخر والمروة، فيك اتحاد قلوب وعقول وعضاد، قوة ثلاثة ومدها الله قوة، تبقين يا دار الكرامة والأمجاد، والاتحاد أقوى ويهزم عدوه، أنت بأمان الله من شر الأحقاد المعتدي يا دار الموت توه. اليوم مناسبة سعيدة نحتفل فيها بالعيد اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 52، وهذه فرحة يشترك فيها الجميع، يشترك فيها قبيلة الإمارات، ونحن كقبيلة الأحباب جزء من قبيلة الإمارات. هذا اليوم يوم عرفان للمؤسسين على رأسهم الشيخ زايد طيب الله ثراه وغفر الله له، ولمؤسسين دولة الإمارات العربية المتحدة الذين كان لهم دور في إبراز هذا الوطن والوصول إلى ما وصلنا إليه من إنجازات وهيبة دولية بين الأمم عالميا وأقليميا. فهذه الإنجازات تريد محافظة من أبناء هذا الوطن، لذلك نحن اليوم نعبر عن فرحتنا لهذا الوطن، ونشارك شعب الإمارات وأبناء الإمارات هذه الفرحة، وكذلك يشارك معنا أخواننا المقيمين على هذه الدولة المعطاءة. فنحن اليوم في هذه المناسبة لا يفوتنا إلا أن نهني هذه القيادة الرشيدة الحكيمة، ونهني شعب الإمارات، ونهني مقيمين دولة الإمارات العربية المتحدة، والشعور لا يوصف في هذه المناسبة التي يسعد بها كل من يعيش على هذا الوطن.